وأظن إنه من لديهم قناعة بأنها أسلمت من شعب الكنيسة الأرثوذكسية نفسها يؤيدوا أيضا ما حدث من احتجازها داخل الكنيسة، ومؤيدين لفكرة أن زوجة الكاهن ليس من حقها أن تغير دينها، وأن هذا مساس بهيبة الكنيسة باعتبار أنها وكأنها من أسرة قيادات الكنيسة أو رجال الكنيسة. ممتاز. طيب السؤال بقى، حضرتك نشأت في مصر مظبوط كده؟ نعم. حضرتك نشأت في مصر. طيب طول عمرك حضرتك عايش في مصر. طيب فعلا في تفرقة في مصر بين المسيحيين والمسلمين؟ خلينا نقول أولا إنه مشاهد الواقع المصري حتى سبعينات القرن العشرين كانت بتؤكد على رسوخ قيم العيش المشترك في المجتمع بصورة واضحة جدا، وأن العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بنيت على أسس سليمة، وإنه بالفعل كان بدءا من صعيد مصر ما بين الريف المصري إلى أحياء المدينة هناك قواعد محترمة للعلاقة بين المسيحيين والمسلمين، وهناك نماذج حقيقية للتعايش، وهي ليست نماذج فردية بل هي كانت نماذج سائدة. التحول الذي حدث في سبعينات القرن العشرين، هذا التحول تضافرت معه عوامل كثيرة جدا وليست عامل واحد. أنا أعزوه لهزيمة 67، انهيار نستطيع أن نقول إنه كان انهيار للجماعة المصرية، انهيار للمشروع القومي المصري، نهاية لدور الدولة الفاعل. بعد ذلك بدأت مصر أو بدأ المجتمع المصري منذ سبعينات القرن العشرين يبني نفسه داخل حالة الإحياء الديني. في حالة الإحياء الديني ظهر أكثر من عامل. العامل الأول إنه الجماعة المسيحية بنت نفسها باستقلال كامل عن المجتمع. المجتمع الإسلامي بنى عاد بناء هويته داخل الحركات الإسلامية في الشارع المصري، لكن الجماعة المسيحية أعادت بناء نفسها داخل، إذا صح التعبير، شارع الكنيسة أو داخل أسوار الكنيسة. بنت نفسها هنا بمعزل عن هوية المجتمع وتوجهاته العامة بالكامل، وأصبحت تبني نفسها وتبني نفسها هوية خاصة. هذا كان جزء مهم جدا من المشكلة التي نعاني منها الآن. الأمر الآخر إن منذ سبعينات القرن العشرين انتشر التعصب في المجتمع المصري بصورة تزيد عن معدلاتها الطبيعية. هذا التعصب لم يكن إسلامي فقط، كان إسلامي ومسيحي. من المعروف إنه تعصب الأكثرية أكثر تأثيرا على الأقلية من تعصب الأقلية. ولكن أنا في رأيي أن تعصب الأقلية أيضا يغذي تعصب الأكثرية. يعني هو ليس مجرد حالة خاصة تشعر بها الأقلية، لكنه يؤثر على الأكثرية عندما تبتعد الأقلية وتعزل نفسها. إذا حللنا وضع المسيحيين في مصر منذ السبعينات حتى الآن، نجد بالفعل أنهم واجهوا بعض المشكلات، لكنها ليست اضطهادًا. والفرق بين المشكلات والاضطهاد فرق كبير جدًا. الاضطهاد هو فعل منظم مؤسسي القضاء على جماعة ما. هذا لم يحدث في التاريخ منذ الفتح العربي حتى الآن، والتاريخ شاهد عليه، لأنه عندما يحدث يقضي على هذه الجماعة، خاصة عندما تكون قليلة العدد. لكنه هذا لم يحدث، واستطاعت الجماعة المسيحية أن تكون لها وجود مستمر بدون أي غياب لأي مرحلة تاريخية ولا لأي سنوات قليلة. لم تغب الجماعة المسيحية ولم تغب الكنيسة ولم تغب دور العبادة المسيحية طيلة هذا التاريخ. الحادث منذ السبعينات في تقديري يمكن تصنيفه إلى الآتي: هناك تصرفات الدولة. تصرفات الدولة فيما يخص بناء الكنائس، تصرفات دولة مسيطرة تريد أن يكون القرار بيدها وتريد أن تسيطر على المجتمع كله بما فيه الكنيسة. لذلك الدولة أعطت الكنيسة تصاريح بناء عندما أرادت، وقللت تصاريح البناء عندما أرادت، وأغلقت كنائس عندما أرادت، وفتحت كنائس ويعني غطت الطرف حتى عن كنائس بنيت بدون ترخيص عندما أرادت. وبالتالي هذا بالنسبة للمسيحي بيجعله يشعر أنه
لا يوجد حق محدد له يعرف متى يحق له أن يبني كنيسة ومتى لا يحق له. المسألة تتوقف على رغبة الدولة. الدولة استخدمت مسألة بناء الكنائس للسيطرة على الكنيسة، لأنه الأداة الوحيدة للدولة لكي تسيطر على الكنيسة هو تصاريح بناء الكنائس. الدولة لا تدخل داخل أسوار الكنيسة. أنا أعرف إن هذه القضية شائكة وتحتاج لتفصيل، لكن واقع الأمر أن الدولة لا يمكن أن تدخل داخل أسوار الكنيسة، لأن داخل أسوار الكنيسة شأن ديني لا تستطيع الدولة أن تتعامل معه كما تتعامل مع المساجد. أيوة ليه بقى؟ لأنه الدولة في النهاية بتعتبر نفسها هي دولة في مجتمع أغلبياته مسيحيين، أغلبياته مسلمين، وبالتالي يمكنها أن تتدخل في الشأن الإسلامي، لكنها لا يمكن أن تتدخل في الشأن الديني المسيحي، لا يمكن أن تتكلم عن العقيدة المسيحية، لا يمكن أن تصف فكرة مسيحية بأنها متطرفة وفكرة مسيحية أخرى بأنها معتدلة. طيلة التاريخ لم تتدخل الدولة داخل أسوار الكنيسة. هل بسبب وجود دعم خارجي للكنيسة نفسه؟ وخوف التدخل الخارجي أصلاً؟ طيب خليني أكمل السؤال الأول وأرجع للموضوع ده. فالدولة استخدمت مسألة تصاريح الكنائس لإخضاع الكنيسة للرغبات، ومن هنا دخلت الكنيسة في تحالفات مع الدولة. أيضا الدولة أرادت أن تكون الكنيسة ممثلة للمسيحيين، أرادت أن تجد شخص واحد تعامله نيابة عن كل المسيحيين، وبالتالي شجعت الكنيسة أن تقوم بدور سياسي. الكنيسة وافقت على القيام بهذا الدور السياسي ورغبت فيه. والمسيحيين أيضا لأنهم منذ السبعينات دخلوا داخل أسوار الكنيسة فأصبحوا يجدوا أن الكنيسة تمثلهم. إذا حدث توافق إرادات ما بين الدولة والكنيسة والأباط أن تكون الكنيسة لا تلعب دورا سياسيا. هنا إذا تابعنا كل مواقف الدولة في أحداث العنف، في بعض أحداث العنف لم تفعل الدولة القانون. في بعض أحداث العنف كانت الدولة قريبة من الطرف المسلم. في بعض أحداث العنف كانت الدولة قريبة من الطرف المسيحي. انحزت هذا الطرف أحيانا وانحزت لذاك الطرف أحيانا، ويبدو أنه الذي حكمها مصلحة النخبة الحاكمة فقط. وبالتالي أوقعت بينهم وجعلت كل الأطراف ترى الدولة كأنها ضدها بسبب هذا التعامل الذي نستطيع أن نصفه أنه لم يكن تعاملا داخل إطار القانون. أيضا من تصرفات الدولة أنها في أحيان كثيرة تحب أن تظهر نفسها حامي حمى الأقباط، وفي لحظات أخرى تحب أن تقول أنها دولة مسلمة في مجتمع أغلبياته مسلمة. إذا هذا الاضطراب في تصرفات الدولة الذي لا يبنى على أي معيار لا قانوني أو شرعي، ولكن كله مصلحة النخبة الحاكمة، بيؤدي إلى تغذية حالة الإتقان الدين. الأمر الآخر أنه بالفعل هناك عدم ظهور للمسيحيين في بعض المناصب، أو نسبتهم في بعض المناصب أو بعض المؤسسات قليلة، ويقال أنه في بعض المؤسسات وضعت لهم نسب محددة وبعض المؤسسات منعوا تماما ومنذ عهد جمال عبد الناصر. ومسألة تبدو غريبة الحقيقة. أنا أظن أنها ناتجة من الخلط ما بين مفهوم القومية وفكرة أنه المجتمع أغلبية المسلمين، يعني جعل الإسلام وكأنه جزء من القومية. بما أنه القومية في مصر هي القومية المصرية، لكن المجتمع أغلبية المسلمين فالإسلام جزء من القومية، فيجب أن يكون ظهور المسلمين أكثر. وهذا ليس التزاما بالهوية الإسلامية، بالعكس هذا تصغيرا للهوية الإسلامية وجعلها وكأنها مكون من مكونات القومية وكأن القومية أعلى منها. أظن أن هذه التصرفات منذ عهد جمال عبد الناصر كانت أيضا تصرفات غير سليمة ومسيئة للعلاقة بين المسيحيين والمسلمين. الشق الثاني من مشكلات المسيحيين في مصر هي الناتجة عن التعصب. ورغم هذا لم تدرك الجماعة المسيحية أن تعصبها في حد ذاته يغذي هذا المناخ، وأن من مصلحتها أن تبادر بنشر التسامح وليس أن تبادر بنشر التعصب. بعض المشكلات، يعني عندما يرفض مسيحي في مكان ويظن أنه رفض لكونه مسيحي، تنتج أنه الشخص المسؤول عن هذا القرار متعصب. لكن الحقيقي برغم وجود هذه المشكلات التي نقر بوجودها، أن المسيحيين عملوا حالة تعميم. ففي كثير من الأحيان يرفض
المسيحي من وظيفة، لأن الحاصل على الوظيفة شخص له قرابة مع أشخاص عليا في المجتمع، ليس لأنه مسيحي، يعني لم يرفض لأنه مسيحي، هو رفض لأنه هناك علاقات وهناك اعتبارات وهناك فساد وهناك أشياء أخرى وعامل أخرى. اللي حدث المسيحيين جعلوا كل ما يتعرضوا لهم مشاكل بسبب الدين، رغم إنه 80% مما يتعرضوا له مشاكل يتعرض له كل مجتمع مصر. وبالتالي إذا وضعوا الأمر في سياقه الحقيقي لوجدوا أن مشكلتهم في الحياة في الجزء الأهم منها هي مشكلة المجتمع المصري، ولكانوا تحالفوا مع المجتمع المصري في سبيل حل هذه المشكلات للمجتمع جميعا، لكنهم للأسف عملوا عملية تعميم، فأصبحت كل ما تعرضوا لهم مشاكل بسبب الديانة، وهذا غير حقيقي. أنا أظن أن 80% من المشكلات التي تعرضوا لها ليست بسبب الديانة، بسبب الأحوال التي تمر بها المجتمع المصري، و20% أو أقل قد تكون لها علاقة بالديانة. هذا التعميم جعل الجماعة المسيحية تبني لنفسها وعيا أنها جماعة مضطهدة، أنها جماعة في خطر، أنها جماعة يمكن أن تتعرض للزوال داخل المجتمع المصري، وبدأت تبني تصرفات على هذه القناعة، ولم تراجع هذه القناعة. إذا عدنا إلى موقف الدولة من الكنيسة، الحقيقة أنه العودة إلى ما أسس في تحت الحكم الإسلامي مسألة مهمة جدا. كل الحكام المسلمين حددوا على وجه الدقة وضعية المسيحيين في المجتمعات الإسلامية بأنهم قالوا أن الكنيسة هي مؤسسة الطائفة، ترعى أهل الطائفة في شؤونهم الدينية أي العقيدة والعبادة، وأيضا شؤونهم الأسرية أي الزواج والطلاق، وبالتالي جعلوا الكنيسة استقلالية كاملة واستقلالية مالية، ولم يتدخلوا في شؤون الكنيسة إطلاقا، ووضعوا شرطا واحدا أن تكون قيادات الكنيسة وقيادات الطائفة منتخبة برضا من أهل الطائفة، وأنهم أهل الطائفة يرضون عن قيادات الطائفة، وتركت لقيادات الطائفة أن تدير طبقا لقواعد داخلية ما يعرف بالإدارة الذاتية، شأن العقيدة والعبادة والشؤون الأسرية. وبالتالي استقلالية الكنيسة عن الدولة شرعت تحت الشريعة الإسلامية حتى تجعل الشأن الديني شأنا خاصا بأهل الطائفة يحفظ لهم تميزهم. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن اللي يحفظ لجماعة تميزها أن يترك لها الجانب الذي تختلف فيه لتديره بنفسها بالضبط مع الجماعة الأم. فهذا ما جعل الكنيسة ذات استقلالية. الحقيقة أن الدولة الرهينة رغم أنها ليست دولة إسلامية ولا تطبق الشريعة الإسلامية ورثت هذا الوضع أن الكنيسة مستقلة عنها، لكن بقية مؤسسات المجتمع كانت تحت إشراف الدولة، تحت إشراف الدولة، والتي لم تكن تحت إشراف الدولة كالأوقاف ألحقت بالدولة. والدولة وجدت أنه الخطر الذي واجهها هو الخطر من الأغلبية، وبالتالي صادرت الأوقاف وصادرت المساجد وصادرت كل شيء. جاءت عند الكنيسة لم تستطع أن تصادر الكنيسة، لأنه الشأن الديني سيكون شأنا صعبا بالنسبة لها أن تتعامل معه، أو أن تتدخل مثلا في خلافات لاهوتية، هذا يورطها فيما لا تستطيع أن تفعله. وبالتالي حاولت أن تسيطر الكنيسة من خارجها، تترك ما يحدث داخل أسوارها شأنا خاصا بها وتسيطر عليها من خارج. هذه السيطرة من الخارج هي التي أقامت علاقة الدولة بالكنيسة، التي وصلت إلى هذه التفاهمات التي أضرت بالطرفين طبعا وأضرت بالمجتمع المصري، لأنها جعلت تصرفات الكنيسة مبنية على تفاهماتها مع الدولة وليست مبنية على القيم أو المبادئ أو القواعد المعترف بها والمشتركة والمتفق عليها داخل المجتمع. فأصبحت الكنيسة تتعامل وتتصرف ليس باعتبار ما يقبله ويرفضه المجتمع، بل ما يقبله وترفضه الدولة. ولأن الدولة في النهاية معزولة عن المجتمع ومختلفة عن المجتمع ولا تعبر عن المجتمع وهي مفروضة على المجتمع، إذن حساباتها مختلفة. هنا استغرقت الكنيسة ولم تأخذ يعني لم تأخذ في حسابها أنها تستغرق في حسابات بعيدة عن حسابات المجتمع.